صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أختي بلغت 45 من عمرها ولم تتزوج، وأنا مجتهد في برها والإحسان إليها، فبماذا توصونني؟ أحسن إليها وبر بها وحافظ عليها إلى أن يرزقها الله من تتزوج به، ولا تتشدد في قبول الزوج ما دام أنه مستقيم في دينه، فاقبلوه، استقيم في دينه اقبلوه. نعم.